مالك قشطه؟ برقيه من روما. بتقول ايه؟ ادرياتيكا طالبه انك تروح لهم علشان يناقشوا العقود اللي انت وقعتها معاهم. بيتهيألي اني لازم اسافر لهم. في الظروف دي؟ الظروف دي بالذات هي اللي بتحتم عليا اني اسافر. وطبعا هتروح لماجي في باريس. لاحظي اننا في الشركه. ديفي، عندك حل تاني؟ انت لسه ما تعرفش ادرياتيكا عاوزه منك ايه؟ لا اكيد عايزين يزودوا عدد الافواج اللي جايه علشان يتفرجوا على الحريقه اللي في البلد والحرب اللي حاصله على الحدود. تفتكر عاوزين يساوموا؟ او يلغوا الاتفاق. مالك ديفيد؟ انت ليه بتسالي سؤال زي كده؟ لانك عصبي قوي اليومين دول. عصبي جدا طبعا من كتر الشغل. عصبي ومش طبيعي. وايه اللي في البلد طبيعي عشان اكون انا طبيعي؟ ديفيد هستر ارجوكي. انت مخبي عليا حاجه؟ ديفيد قول لي في ايه؟ قول له ظروف عايز يسيب الشركه يا استر. هو طلب ده؟ هو ما طلبوش بوضوح، انما لمح لي ان الشغل تقريبا واقف وان ظروف البلد واللي حاصل على الحدود كل دي حاجات ما تسمحش بالسياحه دلوقتي، وان المصاريف بقت كتيره. اورلو دايما بيشتكي، بس مش لدرجه انه يطلب مني، وكان جد في طلبه تحويل نشاط الشركه من السياحه لاي حاجه تانية. حاجه زي ايه يا اورلو؟ اي حاجه، اي نشاط. المكسب مش في السياحه بس يوسف. الشركة خسرت؟ ما قلتش كده. ديفيد اتصرف تصرف ما عجبكش؟ ديفيد ده ما بيغلطش ابدا، ودي كمان حاجة تغيظ. اكتشفت انه بيعمل بيزنس من وراك زي انت ما بتعمل من وراه؟ وبعدين وياك ازرع. ده مجرد سؤال يا صديقي. انت مالكش صديق. ليه بتقول كده يا هرلو؟ لانك لو انت صديقي فعلا كنت خلصتني من وجع الدماغ اللي انا فيه. سيبيل ماهيش قادرة تنسى انه معينهاش في الشركة، جاب بدالها استر بلينسكي عشان ايه اورلو؟ انت عارف بقى الستات وغيرتهم. لكن سيبيل عندها حق، السياحة خلاص. مين السايح اللي يسيب الفرفشة والهيصة في اوروبا عشان يجي بلد بتستعد للحرب وبتعلن كده؟ اذا كنت صاحبي صحيح بلاش الاسلوب ده معايا. اورلو مالك يا اورلو؟ انت ما سمعتش بن غوريون قال ايه في الكنيست؟ رئيس وزراء وبيقول بيان للنواب اللي من حقهم يعرفوا الحقايق. انت عارف النهارده كام في الشهر؟ 10 ديسمبر. يعني فاضل اسبوعين بالكتير على اعياد المسيحيين، اسبوعين على عز موسم السياحه في اسرائيل. واذا كان رئيس الوزراء بيقول علنا ان الفدائيين المصريين قتلوا 153 واحد في الكام شهر اللي فاتوا، يبقى مين السائح المجنون اللي يخاطر ويجي لك؟